بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في تغطيتنا الخاصه. النهارده باذن الله ستقام بعد حوالي نصف ساعه من الان مراسم قرعه بطوله افريقيا لابطال الكؤوس لكره اليد رجال السيدات، وايضا كل الاستعدادات لهذه البطوله، وان شاء الله ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشره طبعا من صاله الكابتن او صاله كمال نظمي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. أنا آسف، فكري أباظة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهننقل لحضراتكم طبعا كل المراسم، وهستعرض أكيد مع ضيف اللي منورني في الاستوديو كابتن ياسر صلاح اللي برحب بيه. أهلا بيك يا كابتن ياسر. أهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا وجودك. يمكن النهارده البطولة بتيجي بعد أن تقدم النادي الأهلي باستضافة هذه البطولة يمكن من حوالي 3 أو 4 شهور، وكان في مراسم لتوقيع استضافة البطولة في النادي الأهلي مع منصور أريمو رئيس الاتحاد، والنادي الاهلي ابتدى الترتيب لهذه البطوله من حوالي اسبوعين ثلاثه او يمكن اكثر شهر، والكابتن طبعا الغزاوي عضو مجلس اداره ورئيس اللجان المنظمه، وطبعا محتاجين مع حضرتك نستعرض مواعيد ماتشات السوبر وايضا بطوله افريقيا ونظامها بالنسبه للرجال والسيدات. اتفضل يا كابتن ياسر. طيب احنا هنتكلم كده عامه على ان انت عندك احتفال كبير قوي، احتفال كبير قوي ان على مرور الاتحاد الافريقي بمرور 50 سنه. نعم. دي طبعا حاجة كويسة جدا لمصر وحاجة كويسة جدا دايما النادي الأهلي سباق. أنا شايف إن ده عيد لمصر وعيد للنادي الأهلي وعيد لأفريقيا طبعا كلها. لو هنتكلم على إزاي بنشتغل عليها، طبعا كابتن خالد العوضي أو كابتن ياسر لبيب أو مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغلوا عليها إن هو يجيبوها هنا، لأن طبعا كان صعب جدا إنها بعد مرور 50 سنة تبقى جوه مصر. نعم. فده كان مجهود كبير جدا من النشاط ومن الإدارة. طبعا احنا عندنا عيد كمان بالنسبة للسوبر. السوبر أول سنة تمام دي النسخة 39 يبقى 4 فرق، طول عمرنا يبقى فرقتين. فرقتين اه. فرقتين. أما بتبقى مباراة واحدة. بتبقى مباراة واحدة. وخلينا نوضح للسادة المشاهدين ان النسخة رقم 39 من ابطال الكؤوس، هذه النسخة التي ستلعب على صالة النادي الاهلي سواء رجال او سيدات، هي النسخة رقم 39 لهذه البطولة. وبالطبع السوبر نفس الكلام، لان السوبر بيتلعب قبل البطولة الابطال الكؤوس وبعد كده بيتلعب البطولة بعديها بيوم او اتنين بالظبط. اتفضل يا كابتن. السوبر هيتلعب تقريبا يوم 6، هيتلعب على يومين، او يوم 7 هيتلعب على يومين، وهنخش على بطولة افريقيا. لو قلنا السوبر الافريقي حامل اللقب تمام النادي الاهلي، حامل لقب السنه اللي فاتت، لعب تقريبا في الكونغو تقريبا على ما اتذكر، كان تقريبا في احد الدول الافريقيه بالزبط. وفزنا على الزمالك فيها وحصدنا على السوبر، وبناء عليه اتاهلنا لكاس العالم تمام. الاربع فرق هو الاهلي والزمالك والترجي وشبيب الكونغولي. الاهلي هيلاعب الترجي والزمالك هيلاعب الكونغولي، ده قبل النهائي. ده قبل النهائي نعم. اذا حضرتك السوبر هو عباره عن 4 فرق سادة المشاهدين: الاهلي، الزمالك، الترجي التونسي، شبيبه كينشاسا الكونغولي. والمباراه الاولى اللي قبل النهائي زي ما وضح ضيف العزيز كابتن ياسر هتكون يوم 6، هتبتدي بماتش الاهلي والترجي ثم ماتش الزمالك وشبيبه كينشاسا، ده قبل النهائي، والفائزان هيتاهل الى المباراه النهائيه اللي هتلعب ثاني يوم زي ما وضح ضيفي العزيز الكابتن ياسر يوم 7. وان شاء الله نتمنى النادي الاهلي في النهائي بل بيحصد اللقب، لان اللي بيفوز بالبطوله دي بتهيألي يا كابتن بيحجز مقعد في كاس العالم. كاس العالم لا تقل في المملكة العربية السعودية تاني. تمام تمام. اتفضل يا كابتن. ثم بعد كده نخش على بطولة افريقيا. بطولة افريقيا بالنسبة للرجال هيشترك فيها 10 فرق، وبالنسبة للسيدات هيشترك فيها 11 فرق. نعم. هي هتبدأ يوم 9 مايو إلى 18 مايو. نعم. العشر فرق هنقول الرجال الأهلي والزمالك وسبورتنج. وفي حاجه بس عايزين نوضحها، ان ما ينفعش فرقه او فرقتين من مصر يبقوا في مجموعه واحده. طب الحل ايه؟ انت عندك 3 فرق كده. الحل هنا بقى ده ممكن هنا في الرجال، في السيدات هيتطبق، انما في الرجال صعب. في الرجال عندك 3 فرق من هم 10 فرق. مشترك فيهم 3 فرق: الاهلي، الزمالك، سبورت. طب هيعمل ازاي؟ ما هم مجموعتين. انا بتهيألي ممكن ده يكون في السيدات، انما الرجال الامر هيكون صعب، لان انت عندك 3 فرق مصريه بتشارك في البطوله. القرعه هنبص عليها وهنشوف ايه اللي هيحصل على الهواء ان شاء الله. طبعا انت عندك برضو المغرب فرقتين، عندك كوت ديفوار هي الوحيده اللي فرقه واحده، في فرقه من اثيوبيا، الكاميرون فرقتين. نعم. عندي الكونغو
لوحدها برضه، فرقة فرقة واحدة. فرقة واحدة. نعم. دول 10 فرق الرجال. الرجال. وتاني البطولة هتبتدي، البطولتين هيبتدوا من 9 ل 18 من مايو. 9 ل 18 تمام. مايو. الفرقتين هيتقسموا 5 و5 زي ما قلنا، وهيتلعب دوري من دور واحد. نعم. هياخدوا الأربعة الأوائل من هنا ومن هنا، وبيطلعوا الأول بيلعب الرابع وكذلك، والتاني وهنفضل لاعب ماشيين. التالت من كل مجموعة. تمام. البطولة ديت يمكن أول مرة يحصل، كان حصل بطولة أفريقية اللي كانت موجودة في مصر، وكان النادي الأهلي ينظمها، نعم. وكان مشارك فيها هليوبوليس وسبورتنج السنة دي داخل. فرق الماتشات دي هتبقى صعبة، يعني البطولة دي صعبة. أنا شايف إن بطولة الرجال السنة دي هتبقى صعبة شوية. خليني اقول لحضرتك ان البطوله بتاعت افريقيا اللي لعبها النادي الاهلي او نظمها النادي الاهلي زي دي كانت 2017، انا متذكر لان كنت بالظبط من بشرف 4 سنين. تغطيتها. ايوه كنت بشرف تغطيتها، يمكن اكتر كمان. 5 سنين بالظبط. وكمان كانت النادي الاهلي ما كانش يمكن الزمالك مشارك فيها، انا فاكر كويس، ما بالظبط. كانش مشارك الزمالك، لاعب السوبر الاول. بس الجميل النهارده ان احنا عندنا السوبر على ملعبنا وسط جمهورنا في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا بطوله افريقيا رجال وسيدات على ملعبنا، عرس كره يد كبير جدا يا كابتن. ويمكن عايز اوضح للساده المشاهدين امر مهم، ان السوبر زي ما قلنا وزي ما ضيفي العزيز وضح، يوم 6 و7 نهائي، قبل نهائي ونهائي، راح يوم واحد فقط ما بين السوبر وما بين بطوله افريقيا. السوبر هي النسخه ال 30 وليس ال 39، ولكن بطوله افريقيا النسخه ال 39. بنوضح بس لان السوبر لعب لاحقا ل يعني يمكن هي احدث بطوله كان بينظمها الاتحاد الافريقي. وكمان ضفنا العزيز كابتن ياسر صلاح وضح ان بعد النهارده او البطوله دي بتيجي في العام رقم 50 على تاسيس الاتحاد الافريقي. ويكفي ان الدكتور حسن مصطفى احد يعني رموز هذه اللعبه اللي ساهم في نشر اللعبه في افريقيا بشكل كبير. ضيف العزيز وضح ال10 فرق اللي هيبقوا في مجموعه الرجال او في بطوله الرجال: الاهلي مصري، الزمالك من مصر، سبورتنج من مصر، وريد ستار كوت ديفوار، رجاء اغادير المغربي، وداد سمارة المغربي، كريكوس اثيوبيا، فانز الكاميروني، فاب الكاميروني ايضا، وجي اس كي الكونغو الديمقراطيه. دول ال10 فرق، وزي ما حضرتك وضحت كابتن ياسر هيبقوا 5 و5، هتأهل 4، وبعد كده هيلعبوا دور 8، الاول يلعب الرابع والثاني يلعب الثالث، وهيعملوا من نظام نوك اوت، يعني الخسران هيخرج، الخسران هيخرج وبعد كده قبل النهائي وبعد كده النهائي. بطوله حضرتك تتوقعها بالمره ليست سهله، خاصه مشاركه 3 فرق من مصر، ويمكن اللي شجع الفرق تشارك ان البطوله في مصر. بالظبط. والمغرب بقالها كتير ما بتشتركش، واحنا هنا موجودين في مصر، يعني البطوله اللي صحيح. فاتت ما اشتركتش صحيح المغرب ولا تونس. يمكن بس غياب برضو الفرقه التونسيه عن الرجال غريب شويه يا كابتن. يعني النهارده يعني بالنسبه لي صدمه ان الفرق برغم ان الترجي مشارك في السوبر، طب ليه ما شاركش في ابطال الكؤوس؟ على الرغم ان هو في السيدات مشارك. غريبه يعني السيدات، لا ده انا هروح للسيدات، وكمان عدد فرق السيدات اكتر من عدد فرق الرجال. بس هو يعني احنا مش عايزين نتفاجئ بس في قبل البطوله بيومين ثلاثه ان نلاقي اعتذارات، هي دي بس اللي لا، ما الرجال خلاص النادي الهلالي اللي بيعتذر، هم كانوا 11، كان 11 نادي الهلالي اللي بيعتذر. فهو غالبا دي الفرقه المشاركه، بس هو لسه بدري، لسه احنا بنتكلم في شهر يا كابتن، شهر شهر بالظبط. النهارده احنا بنتكلم 6/4، 6/5 السوبر المصري، وارد جدا زي ما حضرتك تقول يبقى فيه اعتذارات، يبقى فيه اعتذارات بالذات بالسيدات. بس بتهيألي الرجال صعب يكون فيه اعتذارات، خاصة الفرقة المصرية. يمكن سبورتنج لم يكن يعني يشارك أبدا في بطولة زي دي، لو كانت بره كان صعب قوي يشارك، ما شفناش نادي سبورتنج بيطلع يلعب البطولات دي بره، بس النهارده لما بقت في مصر اتشجع. لا سبورتنج راح في سنة من السنين كانت موجودة في المغرب، في المغرب. فاكر. تمام فاكرها أنا. كنت موجود مع الدرجة الأولى في حضرتك، كنت مع الفريق هناك، مع الفريق الأول. وكان على ما اتذكر لأيام خد ثالث او رابع حاجه زي كده. كان سبورتنج، انا فاكر البطوله دي برضه. دي كان برضه النادي الاهلي حمل اللقب ده، فاكر البطوله النادي الاهلي خدتوها انتوا، كانت مع قبطان محروس. صحيح. افتكرت البطوله دي. طب يا كابتن خلينا نروح للسيدات. يمكن احنا الرجال خلصنا اتكلمنا عن الفرق المشاركه، تاريخ البدايه 9 ل 18 مايو، عدد الفرق 10. يعني خلينا نروح للسيدات ونشوف اسامي الفرق وعدد الفرق المشاركه ونظم البطوله ايضا في السيدات. هو نظام البطوله في السيدات مش هيختلف كتير عن الرجال، بس هنا هنختلف في تقسيم المجموعات. هي مجموعتين، هيبقى مجموعه هيبقى فيها 6 ومجموعه هيبقى فيها 5 لان هم 11 فريق. مشارك طبعا اهلي، سبورتنج، ده برضه سبورتنج من يمكن اول سنه يشترك، ما اشتركش قبل كده في البطولات الافريقيه. ودي حاجه كويسه ان احنا نلاقي فرقتين من مصر داخلين البطوله بتاعت السيدات.
عندي برضو الاهلي المصري، سبورتنج المصري، عندي كوت ديفوار داخل بفرقه، عندي الكونغو داخل بفرقتين، عندي كوت ديفوار داخل بفرقتين، المغرب وتونس. المغرب وعندك كمان الكاميرون، انجولا. انجولا داخله انجولا بفرقتين، داخله لوحدها انجولا فرقتين، داخله بفرقتين، بريميرو وبيترو. بيترو. تمام. وعندي الكونغو داخل بفرقتين، جمهورية كونغو، كونغو، وعندي كوتوهو ودي جي اس بي، والكاميرون داخله بفرقتين. لا البطوله صعبه جدا يا كابتن بطولة فيصل، السيدات طول عمرها صعبة، عنيفه. واحنا بنقول ان بطولة في السيدات مكنين التونس، مكنين التونسي. لا لا ما يا كابتن، دي لا اول صعبه. مرة برضو من بطولات افريقيا تعمل في مصر يشترك فيها تونس، دي برضو حاجة يعني هنقول حاجة كويسة. لا كتير يعني الفرقة المشاركة أو البطولة، الفرقة السيدات المشاركة في البطولة، لا يعني ما فيش تقيلة. فرقة تعتبرها سهلة. لا 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 ما فيش، بالذات أفريقيا، أنجولا وكونغو. أنجولا والكونغو بس الغريبة يا كابتن إن السنغال تشهد طفرة كبيرة كمنتخبات، ولكن غياب فرق السنغال هنا سيدات. السنغال كانت دايما بتيجي برضو ملهاش تقل في بطولات نعم. أفريقيا، فبرضو انت عارف انها بتبقى برضو حسب البلد وحسب القوة نعم الشرائية زي ما بنقول. صح. فهنقول ان بس برضو بتتوقع اعتذارات في البطولة دي؟ ممكن كل ما نقرب للبطولة ممكن يحصل فرقة واحدة مثلا، يعني اعتذر. ممكن، يعني انا اقول ان ممكن فرقة زي فرقة المغرب تعتذر، يعني المغرب ما شاركوش قبل كده كتير يا كابتن، ما اتحاد شاركوش التواصل كتير معانا، قصدي تونس ممكن وتونس، تعتذر. برغم ان تونس على مستوى المنتخب ايضا يعني فرق قويه جدا، وبتبقى ليها يعني وليها تاريخ كبير. انا اتمنى ان تونس تكون موجوده، لان البنات بتوع الاهلي يعرفوا يلعبوا قصاد الفرقه العربيه اكتر من الفرق اكتر الافريقيه. من الفرقه الافريقيه. نعم. طيب خلينا نستعرض تاني مع الساده المشاهدين كما تفضل ضيف العزيزه كابتن ياسر صلاح، وضح بالنسبه لبطوله السيدات 11 فرقه مشاركين حتى الان. الاهلي المصري، سبورتنج مصر، هابيتا كوت ديفوار، دي سي دي جي اس بي الكونغو او جمهوريه الكونغو، اوتوهو جمهوريه الكونغو، بريميرو الانجولي طبعا يعني اسم عرفناه وحفظناه من خلال كره السله ايضا من بريميرو، بيترو الانجولي، اتحاد النواصر المغربي، ومكنينه تونس، وفانز الكاميرون، وفاب الكاميروني. البطوله الافريقيه للسيدات اقوى بكثير جدا من البطوله الافريقيه للرجال كما تفضل ضيف العزيز ووضح. هتبقى عباره عن مجموعتين، 11 فرقه، ست مجموعه من ست فرق ومجموعه من خمس فرق. الحال في السيدات كما هو الحال في الرجال، سيحدد النادي الاهلي المجموعه التي يحب ان يقع فيها كالفريق. اللائحه بتقول كده، الفريق اللي بيستضيف البطوله من حقه يختار انهي مجموعه يقع فيها، مش كده بس، ومن حقه يختار ايضا المباراه الافتتاحيه او المباراه الافتتاحيه. البطولة صعبة للسيدات، صعبة بشكل كبير جدا. النهاردة بتشارك فرق كثيرة جدا كبيرة في أفريقيا، فرق الأنجولية وأيضا فرق جمهورية الكونغو وفرق تونس والكاميرون، فرق بتبقى سيدات ناحية الفيزيكال عالية جدا، ولكن إن شاء الله كلنا ثقة في سيدات النادي الأهلي لكرة كرة اليد. خلينا نروح للرجال برضو نفس الكلام، ولكن الرجال يمكن وضعهم أفضل والمنافسة هتكون محصورة بين فريق أو اتنين أو ثلاثة بالكثير. كابتن ياسر يمكن محتاجين يعني نستعرض مع السادة المشاهدين استعداد الفرقتين. يمكن النادي الأهلي استخدم جهاز فني بقيادة مستر ديفيد ديفيز، تعاقد معاه من حوالي 7 أو 8 شهور لمدة موسمين ونصف الموسم، هيكمل الموسم ده موسمين كمان. السيدات طبعا كابتن محمد عادل زولا تولى المسؤولية بداية هذا الموسم مع كابتن ميشو، مع يعني جهاز فني جديد، كابتن عبد الوارث، جهاز فني جديد كان برضو السنه دي. شايف الفرقتين استعدوا ازاي، وشايف ان البطوله على قوتها، هل النادي الاهلي قادر ينافس عليها ولا لا؟ بالنسبه لبطوله السيدات، هو انا شايف ان السنه دي هيقدر ينافس، هو معاه محترفه من بدايه الموسم، محترفه على مستوى عالي، دي السنغاليه بعد ما تم تغيير المحترفه التونسيه سعيده. بالظبط كده. تمام. أنا شايف إن النادي الأهلي طبعا على ملعبه إن هو هيقدر يجيب اتنين، إنه من حقه يجيب اتنين فوق البنت اللي موجودة. نعم. لأن هي معاه من أول البطولة. يعني ممكن تجيب اتنين ما لعبوش معاك الدوري. ما لعبوش معاك. ده لائحة الاتحاد الأفريقي. ده لائحة الاتحاد الأفريقي. تمام. فدي هتبقى عملية برضو كويسة، وأنا شايف إن هما السنة دي يقدروا يحققوا بطولات. هو النهاردة السنة دي أول دوري، أنا شايف المستوى
فريقين الحمد لله وداخلين الفاينل في نص حوالي نقطه تقريبا 6 نقط أو 7 نقط. ما احنا دخلنا بقى الدور الفاينل كل ده اتشال وبقت فرق نص نقطه 2 1.5 1 نص. بس النص نقطه دي تفرق جدا، ما هي دي اللي بتلعب عليها طول السنه انت بالظبط. حضرتك طبعا كنت يعني مع هذا الفريق سنوات وعارف. انا شايف ان المستوى البنات لا، مستوى السنه دي كابتن محمد عادل بصراحه والجهاز الفني اللي معاه وعلى راسهم طبعا رئيس الجهاز ياسر لبيب عاملين شغل كويس قوي قوي قوي. انا شايف ان هم السنه دي في بطوله افريقيا هيبقى ليهم شأن، عشان برضو ما نعشمش الناس ونقول ان البطوله صعبه، بس هيبقى ليهم شكل تاني غير بطوله افريقيا اللي كانت موجوده اللي كانت 2017 اتلعبت على صاله الشهداء بالظبط. هيبقى ان شاء الله ليهم شكل اي محترفين خالص. فبرضو رغم كده ان هم حققوا مركز من المراكز المتقدمه برضو مش وحش، بس انا شايف ان السنه دي يقدروا يبقوا في المربع. يا مسهل يا رب، دي تبقى انجاز كبير لو تستطاع فريق السيدات يخش المربع. الجميل هنا النادي الاهلي يعني كان ممكن يقول لك طيب انا يعني اشارك في الرجال بس، انما النهارده الاداره مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير عامل فاروق نائب مجلس اداره النادي وكل المجلس بالكامل النهارده عنده ثقه انه يدي الفرصه لكل فرقه بتعمل مجهود بالظبط. فالنهارده استضافت بطوله زي دي على ملعبك وانت مش قلقان من حاجه وبتدعم فرقتك، النهارده رساله مهمه جدا ان احنا في ظهر كل الفرق اللي بتبذل مجهود سواء رجال او سيدات. طبعا. وبعدين الفرق ما بين يعني هم اخر افريقيا من 5 سنين، الفرق مش كبير. نعم. فخدوا خبرات على ملعبهم، اعتقد ان دي هيبقى ليها شأن تاني البطوله دي خالص. طب كابتن ياسر، شايف يعني تأسيس منتخب مصر للسيدات لكره اليد واللي شارك في السنغال البطوله الافريقيه في شهر نوفمبر اللي فات في شهر نوفمبر 2022 وحصوله على المركز السابع، بس الحقيقه هو ادى مباريات جيده، والنهارده المنتخب كان بيتجمع من حوالي اسبوعين او ثلاثه ولعب انجولا هنا في مصر مباريتين وديتين، بيتهيألي فاز في مباراه وخسر في مباراه على ما اتذكر. شايف كل الدعم وتاسيس منتخب والمشاركه الدوليه مع المنتخب ده ممكن، وخاصه ان كان مشارك مع المنتخب 6 لاعبات من النادي الاهلي، شايف ده ممكن يبقى له امباكت او يبقى له تاثير على مستوى اللاعبات النهارده ويقدروا يفيدوا فرقتهم النادي الاهلي في بطوله افريقيا القادمه دي؟ طبعا ده شيء كويس. الاتحاد المصري ان هو يعني شاف ونظر نظره كويسه للبنات ان هو يشترك بمنتخب كبير، اصبح في دافع للبنات ان هم عايزين يوصلوا ويلعبوا للمنتخب الكبير. نعم. دي ممكن تعمل او تقرب المسافات شويه عن البطولات اللي جايه كلها. دي حاجه كويسه، مش حاجه وحشه خالص، بالعكس. انا اتمنى ان الاتحاد المصري يفضل مكمل ويشترك في كل البطولات الافريقيه اللي جايه، دي هيطلع لعيبه كويسه. وزي ما انت حضرتك بتقول احنا عندنا 6 لعيبه. صحيح، 6 لعيبه ده مش قليل، واكيد هيفيدوا الفريق بشكل كبير. طب كابتن استاذن حضرتك، خلينا نروح لقاعه فكري اباظه بالمقر النادي الاهلي بالجزيره ومراسلتنا سلا حامد عشان تنقل لنا اجواء ما قبل مراسم القرعه. اتفضلي يا سلا. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك طبعا وبالكابتن ياسر صلاح لا نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا متواجده يعني طبعا في قاعه فكري اباظه او من امام قاعه فكري اباظه، طبعا مراسم يعني قرعه بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد طبعا موسم او يعني 2023 في نسختها 39 واللي هينظمها ان شاء الله نادينا النادي الاهلي على صاله امير عبد الله الفيصل. يمكن خليني يا كابتن يعني هيثم سريع في البدايه يعني اطلع لحضرتك يعني على ابرز الامور المتعلقه بالبطوله. ان شاء الله البطوله يعني هتقام يعني على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي من يوم 8 حتى يوم 18 من شهر مايو القادم. كمان يعني خليني اقول كل الساده المشاهدين ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ان البطوله دي يعني طبعا في نسختها 39 وان شاء الله هيشارك فيها 3 فرق من مصر، طبعا سواء فريق النادي الاهلي نادينا طبعا هيشارك في البطوله ونادي الزمالك المصري وكمان سبورتنج المصري، يمكن 3 فرق ان شاء الله هيشاركوا من مصر في البطوله. كمان معاهم العديد من الفرق في قاره افريقيا زي الهلال الليبي، رجاء غدير المغربي، وداد سمارة المغربي،
مؤسسة أندري الكاميروني والقوات المسلحة والشرطة المعترف طبعا بها فاب الكاميروني، كمان جي اس كي الكونغولي، النجم الأحمر الإيفواري، وكرياكوس الأثيوبي. يعني طبعا كل الفرق دي إن شاء الله هتشارك في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية واللي هتنظمها النادي الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل. كمان خليني أقول لحضرتك يعني إنه طبعا منذ قليل أو النهاردة يعني الصبح عرفنا إن النادي الأهلي إن شاء الله في البطولة السوبر الأفريقي، وطبعا النادي الأهلي كان حامل اللقب الموسم اللي فات، إن شاء الله يعني يوم 6 من شهر مايو القادم يعني على نفس الصالة وقبل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية هيواجه نادي الترجي. إن شاء الله مباراة نادي الأهلي أو الترجي والأهلي هتقام يعني يوم 6 مايو، ودي هتكون بطولة السوبر الأفريقي ومباراة السيمي فاينل أو النصف النهائي من البطولة. كمان نادي الزمالك وجي اس كي الكونغولي إن شاء الله دي هتكون المباراة كمان الثانية يوم أو في نفس اليوم إن شاء الله على نفس الصالة هتقام المباراة. ويعني بطولة السوبر الأفريقي يعني هتقام يا كابتن هيثم على يومين، يعني إن شاء الله يوم 6 ويوم 7 من شهر مايو اللي قادم، وبعد كده على طول يوم 8 هتبتدي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالنسبة لكرة اليد، ويمكن إن شاء الله كمان جميع الفرق هتوصل قبل البطولة بيوم يوم 7 وهيكونوا متواجدين في القاهرة. يمكن كمان خليني يعني كابتن هيثم أقول لحضرتك الأجواء هنا يمكن الأجواء أكثر منا رائعة، يعني في العديد من الحضور متواجد داخل قاعة فكري أباظة. يمكن خليني أقول لك إن أول ما وصلنا شفنا يعني الفريق الأول لكرة اليد سيدات تحت قيادة الكابتن طبعا محمد عادل زولا، الكل متواجد ابرز اللاعبات زي طبعا كابتن نصر عيد، كابتن الفريق، وشهد الشواربي، وليلى حماد، يعني العديد من اللاعبات متواجدين داخل القاعه. كمان في ابرز الحضور متواجدين، واكيد يعني الجهاز الفني لكره اليد سيدات الكابتن محمد عادل زولا، طبعا جهازه المعاون، واكيد التواجد برضو الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، مع العديد يعني من الحضور من الاتحاد الافريقي لكره اليد زي الاستاذ يعني مدحت البلتاجي نائب اول لرئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، كمان يزيد السعادي رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي لكره اليد، وايضا الاستاذ او مستر نويل اساميان مدير الرياضه في الاتحاد، وسامح جورج ده مراقب البطوله طبعا اللي هتقام ان شاء الله بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. يمكن دول يعني ابرز الحضور المتواجدين يا كابتن هيثم داخل قاعه فكري اباظه، ويمكن ان شاء الله يعني اللي هيكون متواجد في القرعه وهيكون متواجد يعني طبعا ان شاء الله يعني على القرعه وهيعمل القرعه بنفسه هيكون متواجد يزيد السعادي رئيس لجنه المسابقات، والاستاذ او مستر نويل اساميان مدير الرياضه، دول اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله، وهنشوف ساعتها اكيد النادي الاهلي يعني هيقع في انهي مجموعه وهتكون مواجهته ان شاء الله في بطوله كاس الكؤوس هتكون مع انهي من الفرق الافريقيه. وكمان يعني خليني اقول لحضرتك ان الاستاذ محمد الغزاوي ايضا يعني هيكون متواجد رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله واكيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي هيشرف يعني بشكل كامل على تنظيم البطوله اللي هتقام داخل مقر النادي الاهلي، وهتكون ان شاء الله يا كابتن هيثم بحضور جماهيري كبير. ويمكن شفنا يعني النادي الاهلي وسبق ويعني اخذ او كان ليه الحقوق في تنظيم هذه البطوله في ابريل 2018، وشفنا يعني كان في تنظيم يعني على اعلى مستوى، حضور جماهيري كبير جدا طبعا يا كابتن هيثم. النادي الاهلي في 2018 ويمكن ساعتها كانت يعني اللجنه العليا المنظمه للبطوله كانت تحت رئاسه ويعني اشراف من الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شفنا ساعتها يعني تنظيم كان على اعلى مستوى وكان في حضور جماهيري كبير جدا لجميع الفرق، وايضا طبعا فريقنا فريق النادي الاهلي. ان شاء الله البطوله دي تكون على نفس تنظيم يعني او على نفس هذا المستوى من التنظيم، وان شاء الله تكون بطولة ناجحة وبحضور طبعا جماهيرنا وجميع جماهير الفرق الأخرى داخل مقر النادي الأهلي. يمكن دي يا كابتن هيثم يعني كانت أبرز الأمور ويعني الأجواء هنا من داخل قاعة فكري أباظة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا أنا مع حضرتك لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، طبعا الكلمة ليك يا كابتن هيثم، تفضل. طيب سلا، يمكن كنا محتاجين نعرف يعني المراسم هتبتدي الساعة 9 بالظبط، ولا أنت أكيد في القاعة وشايفة، ولا ممكن يكون في تأخير عن الساعة 9 عشان برضه السادة المشاهدين يبقوا معانا في الصورة؟ لا طبعا، يعني خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه القرعه هتقام في تمام الساعه 9 مساء بالظبط. يعني يمكن انا كنت يعني ليا حديث مع الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره، ويعني اكد لي انه ان شاء الله القرعه هتتم او يعني هتقام في تمام الساعه 9 مساء داخل قاعه فكري اباظه داخل مقر النادي الاهلي.
صلاح حامد طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا من قاعه فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا ده اهم الاستعدادات للقرعه، يمكن حضور مكثف من الاتحاد الافريقي زي ما حضرتك قلت، وتوقعت ان ده طبعا السنة الخمسين أو الاحتفال بالسنة الخمسين على تأسيسه، فالنهاردة شايفين لجان كتيرة ومسؤولين يعني كبار من الاتحاد الأفريقي موجودين في قاعة فكري أباظة، وأيضا نفس الكلام بالنسبة للنادي الأهلي، قامات كبيرة النهاردة بتحضر القرعة يا كابتن، ده بيدل على إيه؟ تسمح لي بس أقول حاجة كده لاحظتها، أنا بحيي طبعا اللي خد اللقطة دي وهي بتتكلم كابتن سالة حامد. أربعة من عظماء النادي الأهلي الصورة، يعني مش عايز أقول لك خدت قلب إزاي، أو خدت تاريخ كبير، تاريخ يمكن حضرتك عشت الفترات دي طبعًا. يعني كنت حاصرت الأربعة الكبار طبعا، أربعة يعني الواحد مش عارف يقول إيه بصراحة طبعا، وهو ده النادي الأهلي يا كابتن، النادي الأهلي بيحترم تاريخه وبيحترم حاضره، والنادي الأهلي دايما بيقدر رموزه، ودي يمكن من أهم سمات دستور النادي الأهلي، هو أن أنت بتحترم رموزك مهما كان الزمن بيعدي او بيمر بيك او النادي الاهلي بيمر بيه صعب، ولكن بيحترم رموزه وبيحترم كل اقاماته الكبيره. ويمكن النهارده كابتن محمود الخطيب يعني اكبر مثال على ذلك، انه دايما هو حريص ان كل الرموز في كل الالعاب بيكرموا في كل وقت وفي كل حين، وهو ده النادي الاهلي يا كابتن. ان شاء الله خير، البطوله باذن الله ما تطلعش بره النادي الاهلي إن شاء الله. سواء سيدات او رجال، نتمنى التوفيق. طبعا 50 عام ده زي ما قلت حضرتك ده احتفال كبير قوي للقاره الافريقيه، ويمكن من حظنا انها جت على ملعبنا. نعم. فان شاء الله ربنا يكرمنا. انا عارف ان اداره النشاط الرياضي على راسها طبعا كابتن خالد العوضي ومجلس الاداره ان هم هيعملوا احتفاليه ما حدش يتوقعها، فربنا يسهل ان شاء الله ونلاقي شكل يليق بالنادي الاهلي. اكيد. وخلينا يا كابتن برضو قبل ما يعني ما نروح لقاعة فكر أباظة، لازم نستعرض كده ملخص للي قاله ضيفي النهارده العزيز كابتن ياسر صلاح عن البطوله وعن تنظيمها. الاول، النادي الاهلي بيستضيف بطولتين او ثلاث بطولات، الاولى بطوله السوبر الافريقي رجال، واللي هتبتدي يوم 6 مايو باذن الرحمن القادم، وهنبتدي بقبل النهائي هيكون الاهلي والترجي، وايضا هيكون الزمالك وشبيبه كنشاسا الكونغولي، لأن السوبر الأفريقي كما تفضل ضيفي وذكر أنه المرة الأولى أو النسخة الأولى، دي نسخة 30 الأولى من نوعها، اللي يكون فيه أربع فرق مشاركين في السوبر. يمكن السنة اللي فاتت حاولوا يعملوا كده ولم يوفقوا الاتحاد الأفريقي، ولكن السنة دي عشان كورونا طبعا خلاص بقت يعني بإذنك لا، وطبعا دي حاجة نتمناها دايما بقت تاريخ، فالنهاردة بقى مشاركة أربع فرق أمر سهل. طيب قبل النهائي يوم 6، بعد كده النهائي يكون 7 تاني يوم مباشرة، إذا حمل عالي جدا يا كابتن ياسر، مجهود كبير جدا، هتلعب مباراتين جامدين جدا في يومين ورا بعض، هيبقى إن شاء الله يا رب الترجي نفوز ونتأهل، وراه إن شاء الله غالبا هيكون نادي الزمالك في الفاينل يا رب إن شاء الله ونفوز، وهكون على ملعبك صالة الأمير عبد الله الفيصل. هتاخد راحة يوم واحد يوم 8 مايو عشان تنطلق بطولة أبطال الكؤوس الرجال والسيدات من 9 مايو حتى 18 مايو، ده بالنسبه للرجال والسيدات. وطبعا هنجيب لحضراتكم الجداول وهنشرحها لحضراتكم، ممكن النهارده الجداول ما تنزلش، المجموعات بس اللي هتنزل، ولكن الجداول المباريات بتبتدي انا فاكر من الساعه 2 ظهرا قبل كده كانت الرجال والسيدات، وبتنتهي حتى الساعه 8 ماتشتين، ماتشين للرجال وماتشين للسيدات، يمكن كابتن ياسر برضو بيأيدني في ده، بتبقى اربع او خمس مباريات في اليوم الواحد، بيبقى يوم حافل، وفي اوقات بتبتدي الساعه 12 مباريات ظهرا يعني. طيب مجموعة الرجال أو الفرق المشاركة في الرجال كان المفروض 11 وبقوا 10 بعد يعني اعتذار نادي الهلال الليبي. وخلينا استعرض مع حضراتكم تاني فريق أو الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا، ويمكن معلش كابتن ياسر هنتعبك تاني حضرتك يعني تذكر مع السادة المشاهدين مرة تانية ال 10 فرق المشاركين في الرجال، ومعلش هنتعب حضرتك تاني نظام البطولة للي ما حضرناش من أول التغطية الخاصة. طيب أنا قبل ما أتكلم بس نظام البطولة، بالنسبة للمجهود بتاع السوبر، احنا في بطولات المجمعة، الاهلي اللي يوم الاربع الخميس، وبكره ان شاء الله ماتش الاهلي والزمالك على النهائي الدوري. نعم. فالحمل تقريبا واخدين عليه تمام. اما بالنسبة للفرق الرجال، قلنا ان هيبقى من طب كابتن ياسر استاذ حضرتك خلاص هتبتدي مراسم القرعه، خلينا نروح لقاعه
فكري أباظة موقع النادي الأهلي بالجزيرة، نقل مراسم قرعة برود أفريقيا بطولة كؤوس فإلى هناك. في مناسبة خاصة تأتي تزامنا مع انتصاف شهر رمضان المعظم، هذه المناسبة تتمثل في تنظيم النادي الأهلي واستضافته لبطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس في كرة اليد إفريقيا، وكذا بطولة السوبر. وإنه لمن حسن الطالع أن تتزامن البطولة ومنافساتها مع مرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الذي نهنئه بهذه المناسبة ونرحب بممثليه جميعا في مصرنا الغالية وفي النادي الأهلي العريق. وما كان لمناسبة كهذه أن تمر من دون أن يكون للنادي الأهلي حضور ومشاركة وترحيب بكل الأشقاء الأفارقة في مصر الكبيرة، مصر الغالية. ونبدأ وقائع هذه المراسم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. لأن النادي الأهلي مؤسسة عظيمة وشديدة الرقي والانضباط، فنهجه دائما هو العمل بدأب وإخلاص، تقديرا لمكانته ومكانة مصر الكبيرة، وتأكيدا على خصوصية العلاقة التي تربطه بأشقائه الأفارقة. عمل النادي الأهلي دائما هو منهجية علمية تتسم بالإعداد الجيد لكل حدث يتم استضافته أو تنظيمه. سنستمع في كلمات مهمة للسيد الأستاذ محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن فلسفة النادي الأهلي وما الذي يقوم به في تنظيم هذه البطولة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. باسم الرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، نرحب بحضراتكم جميعا في قلعة البطولات والانتصارات، في بيت الرياضة والرياضيين في النادي الأهلي. يسعدني أن أرحب بالدكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والسيد يزيد سعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، والسيد نويل إسنيان المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، والأستاذ سامح جورج مراقب البطولة من الاتحاد الإفريقي، والسادة ممثلي الأندية المشاركة في البطولة. وبنرحب بكل الإخوة الإعلاميين والصحفيين والمصورين. بالتأكيد مناسبة سعيدة وعزيزة علينا التي تجمعنا اليوم في هذا الصرح الرياضي الكبير، ونحن نتأهب بعد لحظات إلى إجراء قرعة بطولة السوبر رقم 30 لكرة اليد، وبطولة إفريقيا رقم 39 للأندية أبطال الكؤوس رجال وسيدات. هذه البطولة التي تأتي في توقيت عزيز لكل محبي لعبة كرة اليد، التوقيت الذي يحتفل فيها الاتحاد الإفريقي باليوبيل الذهبي وبمرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد. لقد حرص النادي الأهلي وعلى رأسه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب
أن يكون الضلع الرئيسي كعادته في هذه الاحتفالية، وقرر استضافة بطولة السوبر وبطولة الأندية أبطال الكؤوس للرجال والسيدات، خاصة وأن مصر الكبيرة قلب إفريقيا النابض دائما ما تكون حاضرة في هذه المناسبات. يسعدني بصفتي رئيسا للجنة المنظمة للبطولة ومعي كل اللجان المعاونة في هذه التظاهرة الرياضية أن نؤكد للجميع بأن مجلس إدارة النادي الأهلي يعطي هذه الاحتفالية اهتماما كبيرا، وسوف يوفر كل الإمكانات التي تجعل من هذه البطولة احتفالية تاريخية لكل محبي كرة اليد في إفريقيا، وتجعل كل أهلاوي يفخر بناديه كعادته في كل المناسبات. مرة ثانية باسم النادي الأهلي بنرحب بكل الأشقاء في بلدهم الثاني مصر وفي بيتهم النادي الأهلي، ونأكد لهم سعادتنا باستضافتهم والتباري في منافسة شريفة تعكس كل الحب والود بين كل المشاركين. ختاما أتوجه بالشكر للاتحاد الإفريقي لكرة اليد ورئيسه السيد منصور أريمو الذي منح النادي الأهلي شرف تنظيم هذه البطولة التاريخية في احتفاله باليوبيل الذهبي، وكل التحية للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الأستاذ محمد الأمين الذي يساند النادي الأهلي وكل الأندية المصرية عند تمثيل البلاد في المحافل القارية. شكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر جزيل وموصول للأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة. احنا سنبدأ المراسم دكتور سامح، حضرتك عايز تقول كلمة؟ حاضر الفيديو. طيب حاضر، سنبقى الآن مع فيلم تسجيلي قصير أعدته إدارة الإعلام بالنادي الأهلي عن توقيع العقود، عن تنظيم النادي الأهلي لهذه البطولة والاستعدادات كذلك لتخرج بالشكل المشرف إن شاء الله. بمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد الافريقي باذن الله نقدم بطوله على مستوى يليق بالكيانات الكبيره دي. Matériel humain adéquat hein, pour une organisation efficiente. Donc revenir ici pour l'année prochaine pour ces deux événements, c'est quasiment un sens de satisfaction parce que nous sommes certains que l'Égypte, à travers le club Al Ahly, fera un peu plus pour permettre aux joueurs de se retrouver dans leur milieu, dans un environnement vraiment compétitif.
شكرا جزيلا للزملاء الذين قاموا بإعداد هذه المادة الفيلمية. والآن من الأهمية بمكان أن نستمع إلى كلمة مهمة من السيد الدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر الغزاوي على الكلمة اللي قالها، وباسم الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بنقل تحياتي وتحيات كل أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على اللجنة المنظمة وللنادي الأهلي ومجلس إدارته. يمكن من 5 سنين كان في 2018 النادي الأهلي نظم بطولة أبطال الكؤوس في إبريل 2018، وكانت القرعة في نفس المكان، فيعني دافع الخير إن شاء الله. وبنتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكل الفرق المشاركة التوفيق، ونتمنى اللجنة المنظمة كالعادة. إحنا طبعا البطولة في مصر وفي النادي الأهلي، فيعني احنا خلاص يعني احنا يعني مطمئنين ان شاء الله على كل شيء وعلى كل، لان خبره التنظيم في النادي الاهلي الحقيقه يعني مستوى عالي جدا، ونتمنى التوفيق ليهم. اهميه البطولتين، بطوله السوبر مؤهله لبطوله العالم للانديه اللي هي السوبر جلوب، اللي بيكسب السوبر بيمثل افريقيا في بطوله السوبر جلوب اللي هو اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكره اليد، وبطولة أبطال الكؤوس اللي بيكسب برضو بيلعب السوبر الأفريقي اللي بيتأهل للسوبر جلوب. فيعني في أهمية خاصة للبطولتين، عشان كده يعني نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة ولكل الأجهزة وكل الناس اللي هتتابع البطولة، ونتمنى بالذات التوفيق للجنة المنظمة بكل لجانها، وإن شاء الله نلتقي في 6 مايو. شكرا. شكرا جزيلا دكتور مدحت البلتاجي على هذه الكلمة الضافية، يعني أصدق الكلام دائما هو ما يخرج من القلب إلى القلب. الآن إلى اللحظة المرتقبة وهي مراسم إجراء القرعة. اسمحوا لي أن أدعو كل من الكابتن يزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والسيد نويل أسيميان المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي ليتفضل بإجراء القرعة. شكرا أخ صديق. طبيعة الحال جد مسرور بتواجدي بالشقيقة مصر، وأنا دائما محظوظ ان دائما القرعه اكون في مصر جنب الاشقاء. من كم شهر كنت في مصر قرعه المنتخبات، والان انا بمقر نادي القرن عشان نجري قرعه ابطال الدوري ابطال الكؤوس رقم 39. بطبيعه الحال معي سميع، هو المدير الرياضي في الاتحاد الافريقي. حدي الكلمة الأسمية عشان يشرح إزاي الفرق دي. ححاول أكلم مصري، أنا مغربي بطبيعة الحال، بس مفروض عشان نتواصل مجموعين. حدي الكلمة الأسمية عشان يشرح إزاي تم تأهيل 4 فرق ذكور وإناث لهذه البطولة اللي بطبيعة الحال مؤهلة لبطولة العالم للأندية. أسمية فوزافي لابارول. Merci. Merci, Monsieur le Président, la Commission d'organisation des compétitions de la Confédération africaine de handball. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, distingués invités à cette prestigieuse cérémonie de tirage au sort. Nous sommes là pour la cérémonie du tirage au sort, la 39e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe 2023 que Alali aura l'honneur d'organiser en cette année 2023. Mais auparavant, permettez-nous de vous présenter la Super Coupe, la 30e édition, la Super Coupe que la Confédération africaine de handball va organiser pour la première fois sous la forme de Final Four. 4 équipes dames, 4 équipes hommes pour conquérir la place pour la Super Globe IHF. C'est ainsi que
en marge de la compétition des clubs champions, nous aurons au niveau des dames à compétir pour la Supercoupe Primero Agosto, qui est détenteur du trophée des clubs champions 2022, qui s'est déroulé à Mamet. Ensuite, nous avons Petro Atletico, qui détient le trophée du titre de vainqueur de coupe 2002 qui s'est déroulé à Niamey. Ensuite, nous avons DGSP qui a été classé deuxième lors des vainqueurs de coupe de Niamey. Et enfin, au niveau des clubs, nous avons le club féminin Moknin de la Tunisie qui a été classé troisième lors de la compétition qui s'est déroulée à Mamet. Voici donc le tableau au niveau des dames. Et donc, il va y avoir deux demi-finales directes. Première demi-finale qui va opposer l'équipe de Petro Atletico à DGSP et l'équipe de Petro Atletico qui va s'opposer à Moknin et Primero de Agosto qui va jouer contre DGSP. Les vainqueurs vont jouer donc la finale pour déterminer le champion en Supercoupe. Il est de même pour les hommes. Au niveau des hommes, nous avons aussi quatre équipes. Nous avons Al Ahly, Zamalek, Espérance et JSK du Congo démocratique. Comment nous les avons obtenus? Zamalek est champion en titre de la compétition champion au Niger. Au Niger, c'est Zamalek qui a remporté le trophée. Et Al Ahly Club était deuxième. Et au niveau des clubs champions, c'est l'Espérance qui détient le trophée à Mamet. Et JSK prend la position de deuxième parce que le club africain qui devrait être là n'a pas confirmé sa participation. Donc nous avons qualifié JSK. Voici donc les différents clubs qui vont compétir. Donc, au niveau des hommes, nous aurons une première demi-finale Zamalek contre JSK et la deuxième demi-finale Espérance contre Al Ahly. Et les deux vainqueurs se confronteront pour déterminer le représentant de la Confédération africaine de handball au Super Globe IHF. Je vous remercie. Shukran Asimia, Anaha Hashrah Arabi Shouya Sentfamoul. البطولة دي بناخد الأول والثاني من الفائزين بأبطال الدوري وناخد الأول والثاني اللي بيفوزوا بحامل الكأس واللي بيلعب النهائي. هنا الزمالك بطل ولاعب الأهلي في النهائي، يعني الزمالك والأهلي حامل الكأس والوصيف والترتبي وجيسكا. كان من المفروض الفريق اللي حيحضر مش جيسكا، بس هو عوض نادي آخر. نفس العملية هنا. وعندنا المباراة الأولى نصف النهائي الأول الزمالك جيسكا، الزمالك يلاعب جيسكا والترجي يلاعب الأهلي. عندنا مباراة نهائية وقبل المباراة النهائية مباراة ترتيب. واضحة الأمور. شكرا. نمر الآن للقرعة اللي الكل مستنيها بشوق، قرعة البطولة الإفريقية 39. كيفية اختيار؟ هتشوفوا القرعة. هنا عندنا تصنيف، عندنا تصنيف حسب النتائج، المستوى السادس، المستوى الخامس، المستوى الرابع والثالث والثاني والأول. كيفية اختيار المستويات بناء على نتائج الأندية هذه بالدرجة الأولى ومستوى نتائج منتخباتها. واضحة الأمور. من أجل أن إجراء القرعة ضروري ما نشاركوا بالبطلات ديال النادي الأهلي، تقدموا جوج بطلات ديالنا. نتمنى مش فقط بطلات في القرعة، يكونوا بطلات في البطولة إن شاء الله. حنبدأ بطبيعة الحال بالمستوى الأخير اللي هو السادس،
اتحاد نواصر فريق وحده ما معاش فريق اخر، يعني مش محتاجين نعملوا القرعه تاع جوج فرق، حنمر مباشره. ا وبي حنشوف اتحاد نواصر حيكون في اي مجموعه. بسم الله. Ça peut déterminer le groupe de Nouasser du Maroc. Nouasser في المجموعة ألف. Nouasser في المجموعة ألف. Le groupe A. Le groupe combien? A. Le groupe A. Donc Nouasser dans la position 6 du groupe A. Le مستوى الخامس. Fans من الكاميرون. Otoho mil Congo Brazzaville. L'an, tu peux France. Mettre France. Otoho. Nous procédons au tirage. Fans, Zico. Fans, Filmajmoua. A. Le groupe A. فانز في المجموعة A. أس أوتو. مجموعة B. ميرسي. المستوى الرابع. مش هنعمل قرعة في المستوى الرابع. الأهلي منظم، هنرجع بعد. نمر المستوى الثالث اللي فيه أبيتا من الكوت ديفوار ومكنين من تونس. فاسي أبيتا مكني. Mokini, la Tunisie. Mokini, fin majmoua A. Groupe A. Mokini, fin majmoua A. Voilà. Habitat Côte d'Ivoire. B. OK. الآن نمر للمجموعة الثانية فاب من الكاميرون ودي جي اس بي. ملاحظة دي جي اس بي
من الكونغو برازافيل. هنا دي جيسبي من الكونغو. يعني ممنوع جوج فرق من نفس البلد. مباشرة دي جيسبي هنا مجموعة ألف وفاب هنا. مرسي. نمر الآن المستوى الأول. المستوى الأول بريميرو داغوستو من أنغولا وبيترو أتلتيكو دانغولا الفائزين بالبطولات السابقة الاثنين. اوكي نو زالون ديتيرميني لو جروب. Taille de poule, Petro Atletico, groupe A. Groupe A. Tirage. Primero de Agosto, l'Angola, logiquement. Le groupe B. Merci. شكرا للبطلات. تفضلوا انتم. Nous allons. المجموعة ألف بيترو دي جيسبي موكنين فانس نواصر. مجموعة ب بريميرو فاب أبيتا أوتوكو. الآن نستدعي ممثل الأهلي عشان يختار. حنديك دقيقتين تشاوروا فيما بعضياتكم دقيقتين. Alali qui organise l'édition des dames va faire le choix de son groupe. Ana arfak ma al awlad gayt amel lek. Sala nakhod majmoua B. B. Groupe B. Alali a choisi le groupe B. Tala ta. Et donc tala. Logiquement دونك سبورتينغ كلوب جروب ا. استثناء حنديك ميزه اخرى اختار مباراه الافتتاح. بطل الكون اوتو. اوكي تفضل. شكرا. باختيار الاهلي يكونوا المجموعات الاثنين تم تشكيلهم وتم اختيار مباراة الافتتاح. نتمنى التوفيق للنادي المنظم. الآن ندوزو للمستوى الذكور. دابور مون امي تو افي لو تانتيرا سا سي بيان باسي نو سي بيان باسي. اوكي اون باس مانو او زوم زيكيب دي زوم. زيكيب دي زوم عندنا فرق. عندنا 10 فرق ذكور او عندنا 10 فرق. الزمالك الاهلي وداد سمارة سبورتينغ رجاء أكادير جيسكام ار دي سي فاب من الكاميرون فانز من الكاميرون ريد ستار من الكوت ديفوار كيكوز من إثيوبيا. نفس الملاحظة
فيما يخص الإناث يتم تصنيف الفرق بناء على النتائج ديال الأندية أو نتائج منتخباتها. نبدأ بالمستوى الخامس اللي هو كريكوس إثيوبيا وريد ستار من الكوت ديفوار. شوفيش في خالد، ممنوع خالد العواطف. كريكوز إثيوبيا، الفريق الإثيوبي مجموعة بي، جروب بي. ريد ستار من الكوت ديفوار مجموعة ألف، جروب أ. الآن نمر للمستوى الثاني. لاحظتوا في المستوى الثاني الفرق الاثنين من نفس البلد كاميرون، يعني ضروري نعمل قرعة هنا. من الكاميرون جروب بي. فانس من الكاميرون جروب أ. المستوى الآن نمشيو للمستوى، اسمح لي دقيقة، المستوى الثالث. تلاحظوا أن عندنا فريق من المغرب الرجاء، وعندنا فريق آخر من المغرب اللي هو وداد السمارة. هنعمل القرعة الآن، يعني مجرد ما تطلع القرعة الرجاء مثلا في مجموعة ألف مباشرة وداد تروح المجموعة الأخرى. واضحة الأمور؟ شكرا. رجاء أكادير، جيسكام ار دي سي جروب A. جيسكا جروب A. رجاء أكادير جروب B. مباشرة وداد سمارة مجموعة ألف، سبورتينغ مجموعة بي. ممثل الأهلي يتفضل يختار. شكرا شكرا. السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم جميعا. تختار ايه؟ جروب بي. جروب بي على لي اشوازي لو جروب. الاهلي اختار المجموعه بي، يعني مباشره الزمالك في المجموعه الف. اختيار الثاني الاهلي يختار يلعب الفريق الاثيوبي غريكوز. شكرا. Donc le premier match d'ouverture à la Ligue va s'opposer à Kyrgios. طبيعة الحال غادي نختتموا القرعة ديالنا بدعوة الحضور ان شاء الله يحضر معنا في البطولة اللي غتكون شيقة، واللي هي بالمناسبة عيد ميلاد الاتحاد الافريقي الذكرى الخمسين، وموعدنا ان شاء الله في صالة الاهلي يوم 3 مايو ان شاء الله. شكرا. إذن انتهت أحداث أو مراسم القرعة، وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا على شاشة قناة النادي الأهلي ما نتجت عنه يعني قرعة الرجال والسيدات. طبعا السوبر الكرة اليد ما فيهوش يعني قرعة، لأنه خلاص هم أربع فرق قبل النهائي والنهائي، الأهلي والترجي والزمالك وشبيبة كنشاسة كونغولي، ده بالنسبة قبل النهائي في السوبر والفاينل إن شاء الله الفائز من المباريتين. هنروح للسيدات الاول واللي بدات بيها القرعه، المجموعه الف او المجموعه A، ويعني وقع فيها بترو الانغولي ودي جي اس بي الكونغولي ومكنين التونسي وفانز الكاميروني واتحاد النواصر المغربي وسبورتنج. دول الست فرق اللي وقعوا في المجموعه الاولى او مجموعه A. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه التغطيه الخاصه ان فرق السيدات 11 فرقه، ففي سته في فرقه في مجموعه وخمسه هيكونوا في مجموعه. المجموعه B بريميرو الانجولي، فابل كاميروني، هييتا او هابيتا كوت ديفوار، والاهلي واوتوهو الكونغولي. والنادي الاهلي اختار من خلال كابتن محمد عادل زولا انه يقع في المجموعه الثانيه او المجموعه B. كابتن ياسر، راي حضرتك في المجموعتين في السيدات قبل ما نروح للرجال؟ مجموعة السيدات طبعا زي ما احنا اتفقنا برضو هنقول ان بطولة السيدات اقوى كتير جدا عن بطولة الرجال. صحيح. لا شك لبعدنا منتخب مصر، لان مفيش منتخب مصر في الدرجة الأولى الا خلاص من أول السنة دي. هنقول ان المجموعة ايه؟ هنقول انها يعني زي ما بيقولوا ايه، ضرب نار. مجموعة الموت. مجموعة الموت. بترو الأنجولي، دي جي اس بي كونغولي، مكنين تونس، فانز الكاميروني، اتحاد النواصر المغربي، سبورتنج. مجموعه قويه. مجموعه قويه. ست فرق، خمس مباريات. اتمنى ان سبورتنج ان هو ياخد مكان في التأهل. ما هو يعني يعني انت بتقول كمان على الخامس، يعني هنا الخامس، هنا هم ست فرق، فاربعه يتأهلوا، يعني الخامس والسادس بره من المجموعه. بالظبط. فحظوظ السبورتنج لابد ان هم يعني يشدوا حيلهم شويه. بالظبط. يعني مجموعه صعبه. مجموعه صعبه. طيب مجموعه بي بقى اللي بقى فيها النادي الاهلي واللي اختارها كابتن محمد عادل زولا لما طلع خيروه طبعا في ان هو يختار المجموعه او اي او بي، وبناء عليه حط سبورتنج الناحيه الثانيه. فكان بريميرو انجولا، فابل كاميروني، هابيتا الكوت ديفواري، والاهلي واوتوه الكونغولي. فكده خمس فرق، يعني اربع مباريات. اربع مباريات. فرقه واحده اللي هتطلع من مش هتتاهل. بالظبط كده. شايف حظوظ الاهلي في التاهل ايه؟ ان شاء الله هيبقى ليه حظ وهيكمل. يعني متهيألي اوتوه الكونغولي، يعني هابيتا كوت ديفوار ممكن يفوز على الفرقتين دول، هيبقى عندك فابل كاميروني وبريميرو انجولا. لا وليه لا ما تكسبش ليه فابل كاميروني كمان؟ ما احنا كنا هو هيبقى فيها ثلاث فرق. ثلاث فرق، الاهلي من ضمن الثلاث فرق. ما اقدرش اقول مين اول مين ثاني مين ثالث. ممتاز. خلاص كده السيدات وتوقعات ضيفي العزيز كابتن ياسر صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. هنروح للرجال، وايضا يعني يمكن الرجال يعني احسن شويه حظا. المجموعه ايه وقع فيها الزمالك ودات سماره المغربي، جي اس كي الكونغو الديمقراطي، فانز الكاميروني، ريد ستار كوت ديفوار. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه مجموعه بي وقع فيها واللي اختارها النادي الاهلي من خلال كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، الاهلي وسبورتنج المصري ورجاء غدير المغربي وفابل كاميروني وكيركوس اثيوبي. كابتن ياسر، مجموعه ايه اللي هي فيها الزمالك؟ نعم. مجموعه قويه هيبقى فيها
فيها يعني هنقول فيها تتوقع يعني توقع حاجات كتير جدا ممكن تحصل فيها. نعم. اتمنى ان سبورتنج والزمالك لا المغرب والزمالك اعتقد ان هم مكملين وهيختار اربع فرق برضو وهياخدوا فرقتين. المجموعه بي هي مجموعه برضو سهله مش صعبه بالنسبه للادوار الاولانيه. طب كابتن وداد سمارة اقوى ولا رجاء غدير يعني ولا الاثنين في مستوى واحد؟ الاثنين بص في المغرب الاثنين في مستوى واحد يعني مش ما فيش الفرق الشاسع قوي ما بينهم. بس بالنسبه للنادي الاهلي في فرق كبير. طيب سبورتنج المصري النهارده بيقع معاك في المجموعه بالرغم من وجود سبورتنج في مجموعتك ولكن اختارها كابتن ياسر لبيب. يمكن كريكوس اثيوبيا هيبقى اضعف شويه. طب كابتن في 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 يعني في بعض الاقاويل او دايما التوجهات او السياسات لبعض المدربين بيقول لك انا احب اقع في المجموعه الجامده ما اقعش في المجموعه السهله. يعني في مدربين بتفكر كده وفي مدربين يقول لك لا اقع في المجموعه السهله وما اتجنب المجموعه الصعبه. انت شايف ايه الصح او ايه المناسب؟ لا المناسب طبعا ان هو طيب خلينا نروح على اسف كابتن هسمع اجابه حضرتك بس بعد ما نروح تاني لصاله فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره ولقاء مع فاروق صلاح وكابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد تحيه بيك يا كابتن هيثم وبالكابتن ياسر صلاح وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب انتهاء مراسم القرعه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. استاذ محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وعايز اخد كلمه النائب الاول مدحت البلتاجي لما قال انت في حضره النادي الاهلي في حضره مصر التنظيم احنا مطمنين لهذا الامر. اعتقد شهاده مهمه جدا لمجلس اداره النادي وحضرتك كرئيس اللجنه العليا منظمة البطوله. الاول احب يعني اسلم على كابتن هيثم وجميع ضيوفه في الاستوديو. طبعا الكلمه اللي قالها معناها كبير وبتحط على النادي الاهلي دايما يعني زي ما بنقول كده حمل كبير ان الناس كلها واثقه في تنظيم النادي الاهلي. هو قال من خمس سنين في نفس المكان كان في بطوله بتقام في النادي الاهلي ابطال الكؤوس برضو وكانت القرعه في نفس المكان وبيثق في تنظيم النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله بيثبت في جميع المحافل الرياضيه اذا كانت محليه او افريقيه او دوليه ان النادي الاهلي قادر على ان هو ينظم البطوله بما يليق باسم النادي الاهلي وبسمعه مصر وبيثبت وجوده وبيقول ان النادي الاهلي يستطيع ان هو ينظم اي بطوله محليه قاريه دوليه هو قادر على دوت. وان شاء الله نكون عند حسن ظن جميع المسؤولين واجهزه الدوله اللي ساهمت بشكل كبير جدا في ان احنا نكون النهارده موجودين بنعمل قرعه بطوله افريقيا والسوبر الافريقي. خلي بالك احنا عندنا اربع بطولات مش بطوله. احنا عندنا سوبر رقم 30 رجال سوبر رقم 30 سيدات والاول مره بيقام باربع فرق مش بفرقتين. وعندنا بطوله افريقيا رجال ابطال الكؤوس رقم 39 وافريقيا سيدات 21 فرقة هو رقم كبير جدا بتتكلم في حوالي 500 لاعب ولاعبة وإداري وأجهزة فنية بيستضيفهم النادي الأهلي داخل صالاته. ده بيقول النادي الأهلي الحمد لله عنده من الإمكانيات اللي تخليه يقدر ينظم أي بطولة. إن شاء الله نكون عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي وشعب مصر لأن النادي الأهلي المرة دي مش بيمثل نفسه. النادي الأهلي بيمثل شعب بيمثل مصر لأنها بطولة قارية. فإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور ونقدر نسعد كل الجمهور ونعمل حاجة تليق بسمعة مصر إن شاء الله والنادي الأهلي. اخر الترتيبات بحضور الجمهور وان احنا زي ما عرفنا ان البطولات او الاربع بطولات بجمهور فحضرتك حطينا في الصوره بخصوص حضور الجمهور لهذه البطولات. من لوائح الاتحاد الافريقي ان البطوله لازم تكون بجمهور فاحنا خاطبنا الاجهزه في الدوله وهم عمرهم ما اتاخروا عنا في اي حاجه لان زي ما قلت لك احنا بنمثل مصر والبطوله دي سمعه مصر فاحنا متاكدين يعني ما عندناش شك 1% ان البطوله هتكون بجمهور ان شاء الله باذن الله. في خلال الايام القادمه او الساعات القادمه ان شاء الله باذن الله يكون عندنا لقاءات مع اجهزه الدوله والامن وهيتم التنسيق لكل الامور ان شاء الله باذن الله. انما ان شاء الله باذن الله البطوله هتكون بجمهور. استاذ محمد بشكر حضرتك اتمنى لك التوفيق كرئيس اللجنه العليا لمنظمه البطوله وان شاء الله تتويج النادي الاهلي بالبطوله. انا اللي بشكركم جدا ودايما حضوركم معانا قناه النادي الاهلي بيضيف للبطوله وبيخلي اللعيبه والجمهور يحس بتواجد النادي الاهلي مش بس تنظيميا ولكن كمان اعلاميا. اشكرك.
كابتن هيثم، ده كان لقاءنا طبعا مع الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. كلام مهم جدا، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. الزميل العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا. ولقاء مهم مع كابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا والسوبر الافريقي. خلينا نروح لزميلتنا ايضا من نفس القاعه فكري اباظه، ومع لقاء مع الكابتن الكبير كابتن خالد العودي. سالة حامد، اتفضل يا سالة. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، واكيد بضيفك الكابتن ياسر صلاح نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا معايا النجم الكبير الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. كابتن خالد، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد النهارده عايز اتكلم مع حضرتك عن القرعه النهارده لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه، سواء لفريق فرق السيدات او الرجال طبعا في البطوله. وطبعا شفنا حضور يعني العديد من الـ من الـ من الـ يعني المنظمين والعديد من الصحفيين، وايضا يعني من الاتحاد الافريقي لكره اليد طبعا. وشفنا اكيد يعني ايضا الكابتن محمد الغزاوي وحضرتك والعديد من اعضاء مجلس الاداره. الحمد لله طبعا يعني مش هرحب بيكم انتوا في النادي الاهلي، واكيد دي حاجه كويسه النهارده القرعه، وبدايه موفقه. قبل كده حفل توقيع على العقد اللي حضره كابتن محمود الخطيب مع الدكتور منصور اريمو، والنهارده بنستكمل الاجراءات وبنبدا في القرعه النهارده. الحمد لله اعتقد القرعه شكلها كويس. اعتقد ان اللجنه المنظمه ادت دورها النهارده بشكل كويس، كل اللجان اللجنه المنظمه. ده عاده النادي الاهلي، حتى كابتن مدحت البلتاجي النائب الاول رئيس الاتحاد الافريقي قال دي عاده النادي الاهلي، تنظيم البطولات وتنظيم البطولات بالنسبه للنادي الاهلي حدث مهم جدا. والحمد لله اعتقد ان عندنا خبرات كويسه قوي في التنظيم، وما شاء الله النهارده التوقيع العقد كان كويس جدا، سوري اسمها حفل القرعه كان كويس قوي، وهنستكمل امورنا. اهم حاجه في الموضوع اللي كلنا بنتمناه كاهلاويه وجمهور وكل نادي، المكسب بطولات، وده اهم حاجه عندنا. يا رب يوفق اولادنا وبناتنا باذن الله في البطولات اللي جايه، وان شاء الله كل الدعم ليهم في كل الاتجاهات عشان نقدر نكسب كافه البطولات الموسم باذن الله. طبعا شفنا العديد من الحضور كانوا متفائل كمان النهارده القرعه بتتم داخل قاعه فكري اباظه، ونفس القرعه دي تمت من 5 سنين في نفس المكان للبطوله طبعا نظمها النادي الاهلي في 2018. بصي اكيد قاعه فكري اباظه قاعه تاريخيه بالنسبه لنا، وقاعه مهمه جدا بنعمل فيها كل حاجتنا، بنتفائل بيها جدا، نتمنى ان هي تكون فيها الخير باذن الله علينا. واعتقد ان احنا البطوله اللي فاتت كانت في 2018 كسبناها، كانت في ارضنا، لكن ان شاء الله باذن الله يكون سوبر ومكسب البطوله باذن الله موجودين. بنتمنى ان فرقه بنات تشد حيلها جدا، اعتقد ان هم النهارده متفائلين، اول مره يتحطوا في الحدث ده، لسه بنات صغيره عندنا، عايزين يعني ياخدوا الحدث باذن الله ويطلعوا بيه. فرقه الرجال عندنا ان شاء الله بنحاول ندعمها على قدر المستطاع، وباذن الله برده يكونوا متوقعين عند الحدث باذن الله، يكونوا متواجدين في الميعاد والمكان، لان البطوله دي بطوله مهمه جدا، بطوله ان شاء الله يكون فيها حضور جماهيري يتناسب مع حجم الحدث، ودي شيء مهم جدا ان جماهيرنا بنلعب في وسط ارضنا وجمهور بيلعب معانا، وان شاء الله باذن الله يكون يكلم المكاسب باذن الله. كابتن طبعا، ويمكن زي ما حضرتك قلت ان شاء الله يعني طبعا قاعه فكري اباظه قاعه كبيره، وتم فيها اكيد القرعه لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه. يمكن النهارده كمان يعني ان شاء الله الاتحاد الافريقي بيحتفل بمرور 50 سنه على الاتحاد، وشفنا ده كان بيحتفلوا النهارده في نفس اليوم اللي بيتم فيه القرعه. بصي اهميه الحدث بالنسبه للنادي الاهلي ان هي 50 سنه، يعني دي كانت حاجه مهمه جدا. لما كابتن محمود اتعرض عليه الموضوع بصراحه، هو مجلس ادارته مجلس اداره النادي الاهلي اتعرض عليه ان هو في 50 سنه مرت على الاتحاد الافريقي، اهتم جدا جدا جدا. النادي الاهلي متواجد دايما في المحافل الافريقيه مع كل الاتحادات الافريقيه، اعتقد جانب مساند قوي جدا ليهم ودعم قوي جدا ليهم، وان البطوله دي بطوله تاريخيه بالنسبه لهم، ان 50 سنه يوبيل ذهبي بالنسبه للاتحاد الافريقي كانت بطوله مهمه جدا. فاحنا الحمد لله قدرنا نتواصل معاهم، وقدرنا عن طريق الاتحاد المصري اللي هو ساعدنا كتير برضو في ان احنا ناخد البطوله، ان احنا ناخد البطوله دي كانت حاجه مهمه جدا جدا، حدث مهم للبلد. اعتقد بلدنا ما بتتاثرش في كل الاحداث دي الافريقيه والعالميه والعربيه، مصر النهارده بقت هي الاتجاه القبله لكل البطولات تقريبا الافريقيه والعربيه والعالميه. فالحمد لله النادي دايما بيكمل البطولات دي، وان شاء الله باذن الله حاجه كويسه للنادي الاهلي ومنتصر باذن الله يا كابتن خالد. وبتمنى لك التوفيق طبعا، وللجنه المنظمه للبطوله، ولكل لاعبات النادي الاهلي، وايضا لعيبه النادي الاهلي باذن الله اتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله باذن الله تطلع بطوله لتليق باسم النادي الاهلي باذن الله. شكرا يا سالة جدا. ميرسي. طبعا يا كابتن هيثم، كان لقائنا مع الكابتن الكبير كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، والحديث طبعا عن القرعه النهارده، واكيد بطولتي كاس الكؤوس الافريقيه سواء الرجال او السيدات. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سالة حامد، بشكرك شكرا جزيلا. يعني كان لقاء مهم مع كابتن خالد العودي، واشار الى نقاط مهمه يمكن اهمها على الاطلاق، وهو التنظيم مهم، نجاح التنظيم مهم، ولكن احنا عينينا على البطولات، ودي يعني
بتنم ان المسؤولين داخل النادي الاهلي سواء مجلس ادارته بقياده الكابتن الكبير محمود الخطيب وايضا الاداره التنفيذيه او الاداره الرياضيه برئاسه الكابتن خالد العودي عينهم على البطوله. يمكن دي اهم حاجه كابتن جماهير النادي الاهلي. طبعا التنظيم وما فيش شك، حتى كابتن مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي اشار ان النادي الاهلي بينظم مش هندور وراه، ولكن الفوز هو المهم كابتن ياسر. اكيد. انا هاخد بس اخر لقطه فضل. قالها كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي قبل ما انسى، ان هو قال كلمه كويسه جدا، احنا بطولات وفي تدعيم، يعني معنى كده ان شاء الله خلال الشهر في عين محطوطه على بعض المحترفين سواء سيدات او رجال، ده تحدي وزي ما بنقول هي بطوله تاريخيه. نعم. البطوله الـ50 اليوبيل الذهبي. نعم. فدي هتبقى تفرق معانا كتير قوي. هنرجع لو نتكلم على المجموعه. انا شايف ان المجموعه بي بالنسبه للنادي الاهلي الرجال مجموعه معقوله كويسه جدا. احنا لازم نبدا في الاول يعني تدريج. بس احنا واخدين وش الاول في ماتشات السوبر، فتدريجي مين بقى ده داخل طخ في اول ماتش الترجي. بس يعني الوقت مر سريعا يا كابتن، منورتين وشرفتين وسعدت ان حضرتك كنت انا كنت في صحبه حضرتك النهارده في مراسم القرعه. كابتن ياسر صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك نورتني وشرفتني يا كابتن. بوجودك يا كابتن هيثم، شكرا. اعزائي المشاهدين، سعدت ان انا اكون في صحبتكم النهارده، وتغطيه خاصه لمراسم قرعه ابطال الكؤوس كره اليد في النادي الاهلي رجال وسيدات، وشفنا ايضا السوبر وما سيتم معاه ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا في تغطيات اخرى على شاشه قناه النادي الاهلي.